جميل جدا الترقص في لوزاكا عاصمة زامبيا. كرة على الجهة اليسرى حاولت التمويه والمرور والتمرير والهدف الأول على الخطأ من الحارس السنغالي، خطأ فادح ودكة لا يرحم في مثل هذه الحالات، ويهدي زامبيا أول هدف. كرة كانت سهلة والحارس لامين يخفق في مسك هذه الكرة، جان جاك إدريسا لامين سار. يا سلام على هذه اللقطة، التوغل والتمرير والتوزيع، والحارس يمسك الكرة ويتركها داخل الشباك. شوف المحاولة كانت سهلة، سهلة سهلة سهلة، لكن من السهولة ما يقتل، من السهولة ما يفجع الأنصار في المدرجات. كرة سهلة والمتابعة من داكا والهدف الرائع. إذا داكا يفتح باب التسجيل في هذه الآونة. باتسون داكا، هدف أول لصالح منتخب زامبيا، هدف أول. شيلويا يطلب الرفاق والحذر على الجهة اليسرى. كرة سنغالية لكنها سيئة، سيئة الكرة وتسترجع من وسط الميدان. شيلوفيا استرجعها الزامبيون والخروج بها وبشكل رائع. يا سلام على هذه التوليفة، لكنها تنتهي داخل الشباك. على الغلطة الكبيرة من الحارس للمرة الثانية، الكرة تصطدم به وتنتهي داخل الشباك معلنة الهدف الثاني لصالح منتخب زامبيا. خطأ فادح، خطأ قاتل، ينهي هكذا الحوار بهدفين لصفر لحد الآن ولصالح منتخب زامبيا، بعد خطأ كبير من الحارس في عملية الخروج التي لم يكن موفق فيها. إذن شيلوفيا والذي يمضي الهدف الثاني لفريقه بعد ارتداد الكرة واصطدامها بالحارس لتنتهي داخل الشباك. إذن شيلوفيا أمامكم، الهدف الرابع ليه في هذه الدورة، يصبح